سلمى، صار الوقت لحتى نحكي، يمكن بما انه نحن هلا بايام الامتحانات الاولى، قد ايه هو القلق التوتر هو شيء مشروع وحق لكل طالب وحتى حق للاهل، لكن في تقنيات اكيد ان كانت نفسيه وان كانت حياتيه ممكن نحن نمارسها بحياتنا بدقه لحتى نخفف من اثر التوتر يلي بين قوسين بدنا نقول هو توتر مشروع بالنهايه. صحيح فرح، ولكن بعض الخوف لما بيزيد عن حده مثل ما بيقولوا بينقلب لاضطراب بالسلوك، بيصير الشخص بدل ما هو يكون عم يستفيد من هذا الخوف اللي ممكن يشجعه ويعمل له حافز للدراسة، بالعكس بيصير هذا الخوف بيمنعه من تذكر بعض المعلومات وبيصير عنده حالات متعددة من الاضطراب السلوكي. اليوم رح نحكي عن القلق مثل ما بيقولوا الطبيعي والقلق غير الطبيعي، وشو ممكن يستفيد الطلاب بخلال هاي المرحلة والأهل أيضا من بعض النصائح. مع ضيفتنا بالاستوديو الدكتورة شفاء صوان، اختصاصية بعلم الاجتماع واستشارية ومدربة في التنمية الذاتية. سعد صباحك. يا اهلا وسهلا، يسعد صباحكم جميعا. يا اهلا، صباح الطاقة الحلوة يا دكتورة يلي دائما يمكن تقدري تنقلي لنا اياها بعفوية، خلينا نقول لنا وللمشاهدين. اليوم قلق الامتحان يمكن هو بذاكرتنا وبذاكرة كل شخص دخل بالامتحان، وللاسف مثل ما بتعرفي دكتورة اليوم الامتحانات عم تترافق مع مرحلة مراهقة للشباب، فاليوم كيف بنقدر نحن نخفف هذا القلق او كيف بيكون القلق مشروع وطبيعي وانت بيكون غير طبيعي؟ بيكون طبيعي لما انا بحفزني اني ادرس، اني اتعلم، اني اطور حالي، اني انا فوت على فحصي او ادرس وانا رواق، انا ريلاكس. امتى هو مو طبيعي؟ لما انا ببطل ادرس، بكتئب، بنام كثير، بصير يا بفرط بالاكل كثير يا ما عاد اكل ابدا، يعني هي الحالتين بتصير. توتر بالنوم انه انا ما عاد اقدر نام لاني انا عم بتخيل اني انا بركي ما جبت العلامه التامه، بركي ما جبت هي القصه، بركي صار معي شيء بيوم الفحص. دائما هي الافتراضات اللي نحن هي هون مو طبيعي، هون بصير حتى بفوت لقصه الخيالات انه انا ممكن اني انا ما لحق الفحص، ما لحق الدراسه. فكل ما كان الواحد عنده سلام داخلي كل ما قدر هو يتجاوزها. وضروري جدا البيئة اللي حوالينا المحيطة، الأهل، الأهل كتير ضروري. وبس أنا بركز على الشخص هو ذاته، لأنه أوقات الأهل من رعبهم وقلقهم بهن بينقلوا هذا القلق لأولادهم. فالأول شيء لازم يبدأ الواحد من ذاته، يعني إذا كان الأهل ما عندهم هذا الوعي، وأنا بركز على الأهل لازم يكونوا واعيين، لازم يكونوا محتضنين ومحبين ومتقبلين لابنهم شو ما قدم، شو ما قدم، قدم منيح ما قدم منيح، درس منيح ما درس منيح. أنا بحفزه بقول له أنا بحبك، أنا واثق فيك، أنا بقدر، أنا متأكدة إنك حتجيب العلامة التامة، أنا متأكدة. وإذا ما جبتها شو المشكلة؟ يعني شو بالعكس ما بيتساهل شوي الطالب لما بيسمع انه كلمه شو المشكله، انه انا عندي خيارين صفة هون. لا انا عم بحكي عن شخص عنده عنده شيء مرضي ومتعب يعني فانا بخفف انه هي القصه انه شو المشكله. بينما لا، اللي ما عم يدرس اكيد بقول له انه دير بالك، وهي السنه بجوز السنه الجايه تتغير الاحوال، تتغير الظروف، ما يصير لك العلامات اللي ممكن انت تحصلها هي السنه. فترغيب وترهيب، يعني اللي مرخي نشده، واللي كثير ستريس من يعني بنحاول انه نعطيه هيك هدوء. ايه اكيد. طيب دكتوره، في كثير عائلات بتبعوا اساليب خاطئه بالامتحان، ان كان مثلا حبس الاولاد لفتره طويله، انه انتم مثلا قبل شهرين او ثلاثه ممنوع بقى تطلعوا من البيت، ممنوع اي حدا يحكي معاهم، ممنوع الراحه، ممنوع كل انواع التسليه مثل ما بيقولوا. وفي اهل اللي بيتبعوا اسلوب ثاني، انه شوف فلان شوف فلان، المقارنات. خلينا نحكي عن ابرز الاساليب الخاطئه اللي بيتبعوها الاهل بهي الفتره مع طلاب الامتحانات. هلا دائما الطاقة الحلوة اللي أنا بطلع فيها من جو الضغط هي أهم لحظات، هي اللحظات على فكرة، وهي أهم لحظات الدراسة. لأنه حتى اكتشفوا علميا اللي بيفوت بحالات تطوع، يلي بيعمل شغلات مثلا رياضة أو قصص أو تطوع خدمة العالم، يعني تطوع بجمعيات أو شيء، مو غلط أبدا، لقوا أكثر إنجازا وأكثر قدرة على أنه تجاوز المرحلة الدراسية بعلامات أكبر، يلي قدرانين أنه هن يطلعوا بأوقات معينة يعملوا إنجاز يعزز لهم ذاتهم، يعزز لهم شيء حلو جواتهم، يطلعوا من جو الضغط الدراسي لجو بيرجعوا بطاقة قوية. لأنه نحن بدنا شحن، لازم ننشحن من الناس اللي حوالينا، من اللعب، من الرياضة، من عادات اجتماعية حلوة، من قعدة مع أهلنا، من روح ناكل أكلة، أي أكلة طيبة بنحبها مع رفقاتنا، نعمل أي نشاط، المهم يشحننا لنرجع بقوة أكثر. أما أني أقعد طول الوقت هيك فأنا رح أتوتر، رح أمرض، رح أتعب، رح أحس بالملل. لازم أطلع وأفصل، يعني أنا هلأ ما حأحمل كتابي، انا رايح اعمل مشوار، انا رايح بعد الفحص. هلا كمان كثير مهم بعد ما الواحد يعمل فحص يروح يرجع على البيت، يساوي شغله بيحبها، يطبخ،
اذا بنت جاي على بالها او شب اكله بيحبها يساويها، جاي على بالهم يطلعوا مشوار يطلعوا لهم ساعتين ثلاثه، يعني هي الساعات ما حتكسر، هي بتشحن، هي بتقوينا، هي بتخلينا نشعر انه نحن عن جد عم نقدم لنفسنا مكافاه. انا لازم كافئ نفسي بكل مرحله، روح اشتري لحالي ورد، انينة عطر، اشتري غرض بحبه بعد ما اطلع، بابسط الاشياء، مو ضروري اهدي حالي شغلات، بس اني انا كافئ حالي بمشوار، بطلعه، بروح لعند يعني قرايبيني بحبهم، عند حدا من رفقاتي بحبهم، فهي كلها بتشحننا وبترجعنا بطاقه قويه، احسن ما نحن نضل على نفس المود وتعب وارهاق، وانه ما حدا بيقدر يطلعنا من اصلا اللي احنا فيه غير انفسنا. اليوم طلاب بقدرات ذهنيه مختلفه بين طالب واخر، بعض الطلاب بنشوف عندهم تفوق عفوا ونسبه ذكاء مرتفعه اذا بدنا نسميها، واذا صح التعبير، البعض الاخر لا. طيب نحن الاهل كيف بدنا نقنعهم بهذا الشيء اللي هن دائما بيرفعوا سقف توقعاتهم، ونحن ما بدنا نظلمهم، هن دائما بيتمنوا الافضل لاولادهم، كيف نحن فينا نقنع الاهل يامنوا بهي الفكره وما يرفعوا كثير سقف التوقعات لدرجه يحطموا كمان الطالب؟ تمام. هلا كل ما كان وعي الاهل بانه بذكاء اولادهم، يعني في ناس ذكاء حركي، ذكاء سمعي بصري، ذكاء مثلا بشيء معين يعني تماماً. فانا كل ما كنت مكتشف اكثر لابني وبعرف اكثر تفاصيل كيف هو بيفكر، يمكن هذا يعني انا بعرف احدى صديقاتي جبرت ابنها 3 سنين يقدم علمي، وهو يقول لي انا من اول سنه بدي ادبي ورسب ب3 سنين قدم ادبي، بعدين اخر سنه تعبته نفسيا، تعبته روحيا، جسديا، صار ما عاد يثق فيها ابدا، وراحت 3 سنين من عمره يعني تماما، صار ما عاد في مساحه حوار لانه هو شايفه انه هي دمرت حياته، وهي كان شايفته انه هو انسان فاشل ما عم يقدم هذا الفرع. فكل ما كنا اكثر وعي بقدرات اولادنا برغباتهم، انا بمشي على رغبه ابني، ما بمشي انا مثل ما انا مثلا انا طبيب انا بدي ابني طبيب، انا بدي انا كذا بعيلتي كلنا كذا، انت ليش ما تطلع غير؟ يا اختي هو حابب يطلع شيء مميز غير اللي انتوا ربينا عليه او اللي فكرنا فيه او غير اللي اللي بمجتمعنا او انه هو شيء كثير كثير انه شغله كثير كبيره، لا هو بس هي بترجع من الصغر، يعني انت لما بتعلمي انه الشخص هو قادر يتحمل مسؤوليه شو بده ويفكر بتفكير صحيح انه هو شو بده يختار بالمستقبل، بس في اطفال بتعلموا من الصغر للكبر الاعتماديه على اهلهم، يعني انه شو بدي اعمل اذا عندي اي مشكله، الاهل هن بيقرروا، فبالتالي بيوصل مرحلة الشهادة الأهل هن مقررين خط مستقبل حياتهم، يعني هو ما نعطى هي الفرصة تماماً. من التأسيس، يعني مو بالبكالوريا بيقدر ياخذها، حتى هو ما عرف شو مين هو شو بده، يعني كثير ناس بتسأليهم بالبكالوريا أنت شو بدك، بيلي ما بيعرف، ما بعرف، لأنه هو تعود على هو ما بيطلع لي، ما بدك على هو ما بيطلع لك، على هو أنت شو بدك، لأنه كمان أنت بتجذب الشيء اللي أنت بدك إياه. حتى بالعلامات، أنا مثلا لما بتوقع إني رح آخذ علامات سيئة رح آخذ علامات سيئة، متوقع إني أرسب برسب، متوقع إني أنجح بعلامات منيحة، ما بعرف شلون الله بيسر لي، ممكن انا ادرس شغله كثير صارت معنا نحن، لما مثلا الله الهمني اني ادرس هي الصفحه او هذا الشعر او هذا المعادله، فبتجي هي نفسها بالفحص، فكمان نركض وراء الهامنا، نركض وراء الشيء اللي نحن جواتنا حدسنا، ما نركض وراء التوقعات على قد ما ندخل لداخلنا، لانه غالبا الداخل ما بيكذب علينا الا لما نحن نتشتت، خلينا نركز على جواتنا، حيقدر يدلنا على الشيء الصح وعلى الشيء اللي ممكن يجي، فانا ممكن اكون محظوظ بهي القصص اللي انا الهامي شو الله الهمني اني انا ادرس او راجع اخر مرحله. طبعا ما بيقدر واحد يراجع كل شيء بيوم واحد، لكن بيراجع الشغلات اللي ملاقيها ومتوقع انها رح تكون موجوده، ورح تكون موجوده ورح يحصل علامات ورح يكون رواء ورح يطلع منها بافضل يعني حاله نفسيه، ورح كل ماده يقدمها بحس انه انجز انجاز عظيم يستحق عليه المكافاه. لسه ما نجح، عم نحكي الاهل كثير هذا دورهم كبير انه يستحق عليها المكافاه للماده اللي بعدها. اليوم في غلط يمكن انحكى عنه كثير وركزنا عليه بكثير من اللقاءات، هو المقارنه. ابن خالتك جاب هالقد وخالك دكتور وابن جيرانك وبدك تسبق فلان، اليوم هي المقارنه اللي عم بتكون صعبه على الطالب، والبعض الاهل للاسف ما عم يتفهموا خطورتها على نفسيه الطالب، كيف فينا نحن نتجاوزها بحكمه لحتى يكون الطالب عنده مثل اعلى ما عنده مقارنه حد هالقد؟ انا قارن ابني بنفسه باول السنه كيف كان، بعدين شو صار قبل ما يدرس الماده هي كيف كان، وبعد ما درسها كيف صار فيها، كيف راجعها، كيف عمل. انا بقارنه بقدراته، ما بقارنه بحدا، بقارنه بانا قد ايه انا مؤمنه فيه وانا بثق فيه. مثل اعلى انه
تمام انه انا بدي حصل المجموع الفلاني، انا بدي حط، انا بدي فوت هذا الفرع الفلاني، انا بدي اعمل هذا الشيء لاوصل، انا بدي سافر لمكان معين ادرس فيه هي الشغله اللي ما موجوده عندنا مثلا، بدي اوصل لدرجات معينه، انا شايف انه هي في درجات معينه لازم اوصلها، انا بحط الاساسيات انا شو بدي، بعدين هو لحاله بتجي القصص. يعني بتجي القصص مثل ما قلت، اوقات الهام، اوقات حظ، اوقات انا بكون دارسه كثير منيح وعرفان شو بدي بالضبط. في ناس بيدرسوا بس هيك عشوائيا ما بيعرفوا، حتى وقت المراجعه ما بيعرفوا يراجعوا. فكل ما كان اكثر الانسان عنده سلام داخلي والاهل متعاونين معه واثقين جدا فيه ودائما داعمين، انا بحبك شو ما كان انت نتيجتك، انت انا متاكده اني انت حتجيب علامات منيحه، انا كثير مبسوطه انه انت الحمد لله ملحق وكذا، حتى لو ما كان ملحق انا بوهمه. ودائما العقل الباطن كثير لازم نشتغل عليه بالنسبه لطلابنا، مو بوهمه، انا بحاول اني ادعمه لحتى هو يعيش هي حاله السلام ويحس انه انا عن جد دارس ومركز. انا ليه لا اتوتر؟ لانه التوتر بيخليه بطل بينسى كل المعلومات. انا ايماني فيه واني مو ايهام، انا فكره اني انا امن فيه وادفعه لهذا الايمان بذاته، فهو بيقدر ينجز بافضل طريقه ان شاء الله. اكيد. قبل ما نختم، نصيحه اخيره تحبي توجهيها اليوم لكل الاهل والطلاب؟ روى، ما في شيء بيستاهل انه الواحد يتوتر، ولا بيستاهل انه نمرض ونمرض اولادنا، لا بيستاهل انه نقلق ونقلق اولادنا. حبوا اولادكم قد ما فيكم، احتووهم، وبنفس الوقت هيئولهم الجو اللي هو الداعم، مو الجو اللي هو بيوترهم. اي كلمه ممكن توترهم انسحبوا من اي كلمه ممكن تكون داعمه، قولوها وبيحبوا كرروها يعني بكل العبارات الحلوه. أكيد بدنا نشكرك على هي النصائح الحلوة يلي بنتمنى أكيد نعطي إذننا إلى قد ما قدرنا لحتى نضمن امتحان ناجح قد ما فينا ونحمي أولادنا يمكن من التوتر قدر الإمكان. كل الشكر لك وبقية النهار حلو. شكرا لك. كمان فرح، بدي هيك بس وجه ملاحظة، وهلأ شفتها بالأيام الأخيرة كتير، اللي هو هلأ النصب والاحتيال اللي صار حتى بالشهادات، ما حدا يرد على انا رح تدخل على القاعه، انا رح نجحك، في حدا رح ينقلك، في حدا رح يسرب الاسئله، هذا كله كذب. بالنهايه شويه دراسه، شويه تركيز، وفي عنا دوره تكميليه، يعني اليوم الطلاب بيقدروا يحسنوا معدل علاماتهم من خلال الدوره التكميليه، فهذا هي الاساليب ابدا هي فقط استنزاف للطاقه واستنزاف لمصاري الاهل، عم يطلبوا ارقام خياليه بالمواد، وهذا كلياته يعني رح يضر مستقبل اولادنا، ما رح يفيدهم اكيد. اكيد كمان خلينا نقول انه مدير التربيه كمان نوه على هذا الشيء سلمى قد ايه هو خطر، وانه هي الصفحات كلياتها صفحات كاذبه قولا واحدا، مثل ما قالت سلمى ما بنعطي اذننا لهي الصفحات. خلينا نقول يا رب نوثق بحالنا وبقدراتنا ونقدم بشكل كثير منيح.